هاي، عاملين ايه؟ معاكم ميس سارة ممدوح، والنهارده هنكمل lesson 2 في unit 1 من منهج الساينس بتاعنا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الماتر وعرفنا هي ايه الماتر، وعرفنا يعني ايه فوليوم ويعني ايه ماس، وعرفنا الميجرينج تولز، وعرفنا كل الحاجات دي. النهارده اللسن بتاعنا اسمه matter states and its changes. هنبدأ سوا نتعرف يعني ايه هي الماتر ستيتس وايه هي التشينجز بتاعتها. اول حاجة عندي ان الماتر اللي في العالم كله او كل حاجة حوالينا بتتقسم لتلات انواع رئيسية، 3 main states. هما ايه؟ هما solid state والliquid state والgaseous state. يعني ايه يا ميس اللي انت بتقوليه ده؟ واحدة واحدة هنشوف مع بعض. اول حاجة اللي هي solid state. السوليد ستيت ديت يعني حاجه جامده وحاجه ناشفه قوي، حاجه ما ينفعش ان انا مثلا اكسرها بسهوله. زي ايه؟ زي مثلا الايس او الايرون او الوود، او مثلا الدولاب اللي عندنا في البيت، او الترابيزه او الكرسي، او اي حاجه صلبه وماسكه نفسها. تمام. تاني ستيت عندنا هي الليكويد ستيت. زي ايه؟ زي الووتر والاويل والميلك، ووتر اويل ميلك. دول الحاجات دي لو انا كبتها على الارض مثلا ميه بتتكب، صح؟ يعني مش جامده. يعني انا مثلا لو مسكت الكرسي وقلبته على الارض هل هيتكبه هيملالي الدنيا؟ لا. انما لو مسكت كوبايه ميه وقلبتها على الارض هلاقيه ان هي بتقع من الكوبايه وبتنزل، صح؟ يبقى دي اسمها ليكويد ستيت. تالت حاجه هي الجازوز ستيت. جاز ستيت زي ايه؟ عارفين البالونه؟ احنا بنملى البالونه ايه؟ بنملى البالونه غاز علشان تقدر ان هي تطير، فدي هي الجاز ستيت. ايه كمان مثال على الجاز؟ عندنا مثلا لما بنيجي نغلي حاجه مش بتقعد تطلع بخار كتير كتير كتير، البخار دوت يعتبر جاز ستيت. تمام، خلينا نبدا let's study together the first state which is solid matters. تمام، بيقول لي ان solid matters ديت عندها اكتر حاجة بتميزها ان هي عندها definite shape و definite volume. يعني ايه يا ميس؟ يعني انا مثلا لو عندي كرسي، الكرسي دوت هو واخد شكل الكرسي، هل مثلا لو انا نمت وصحيت بكرة هلاقيه تقلب ترابيزة؟ لا طبعا. لو جبته مثلا الكرسي دوت وحطيته جوه البانيو هلاقيه اخد شكل البانيو ومبقاش كرسي بقى بانيو؟ لا طبعا. فهو عنده definite shape يعني كرسي، يعني كرسي. and definite volume يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا برضو خدت الكرسي وحطيته جوه البانيو هلاقيه ملى البانيو كله، ولا هو برضو هيفضل واخد نفس الفوليوم او نفس الحجم او نفس المساحة بتاعته من السبيس؟ هيفضل واخد نفس المساحة بتاعته. فالسوليد ماترز عندنا اللي بتميزها حاجتين مهمين جدا، وهم ان هم عندهم definite shape و definite volume. examples كمان على solid matters دي زي مثلا الشوجر اللي عندنا في البيت، السولت، السيلفر، كوبر، الومنيوم and so on. اوكي. ممكن مثلا نعمل activity في الموضوع دوت، ونجيب كوباية، ثلاث كوبايات، ونبدأ ان احنا مثلا نجيب حجر stone، ونجيب كورة من الماربل. الماربل ده نوع من أنواع المعادن برضو زي الحديد وهكذا. ونجيب ميتل كيوب مثلا حديد، ونحط التلاتة في الكوباية، واحد مربع واحد مدور وواحد مثلث. هل هنلاقي المثلث لما حط في الكوباية بقى مربع، والدايرة لما حطت في الكوباية بقت مثلث، والمربع لما حط في الكوباية بقى دايرة؟ لا طبعا، هنلاقي ان كل واحد عنده الديفينيت شيب بتاعه. اوكي. Okay, let's talk about the liquid matter or liquid state of matter. دلوقتي احنا قلنا ان solid state او solid matter عندها definite shape و definite volume. طب الليكويد لو انا حطيته في كوباية مش هياخد شكل الكوباية؟ هياخد شكل الكوباية. طيب لو حطيته في البانيو مش هيملى البانيو؟ هياخد شكل البانيو. لو حطيته في مكعب مش هيبقى على شكل المكعب and so on. So liquid matter it doesn't have definite shape, it has indefinite shape. ملهاش شكل محدد، هي بتاخد شكل الحاجة اللي هي بتتحط فيها. بس
معنى كده ان هي ملهاش ديفينيت فوليوم كمان؟ لا، هي ليها ديفينيت فوليوم، لان انا مثلا لو جبت لتر من الميه وحطيته في البانيو هيفضل الميه اللي في البانيو لتر، مش هتبقى بقدره قادر 2 لتر مثلا. فهي عندها ديفينيت شيب، عندها ديفينيت فوليوم، بس هاز انديفينيت شيب. اوكي، يبقى السوليد ستيتس عندها ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم، بس الليكويد ستيت او الليكويد ماتر عندها ديفينيت فوليوم اند انديفينيت شيب. اوكي، اكزامبلز على الليكويد ماتر عندنا الالكول، الميلك، الجوس، الووتر اند سو اون، والميركوري كمان. الميركوري يعتبر ليكويد ماتر، خليكم عارفين المعلومه دي كويس عشان هنحتاجها قدام. الميركوري يعتبر ليكويد، تمام. الميركوري ده ايه؟ عارفين الترمومتر اللي احنا لما بيبقى عندنا حراره كده بنحطه في بقنا وتحت ايدينا وهكذا؟ الترمومتر دوت من تحت في سائل كده ليكويد لونه فضي بيقعد يروح كل ما نحركه لفوق ونحركه لتحت. الليكويد دوت هو اسمه الميركوري او الزئبق. الميركوري ده طبعا سام. اوكي. And our final state of matter is gaseous state or gaseous matter. دي بقى لا عندها definite shape ولا عندها definite volume. ليه؟ زي الهواء اللي حوالينا. حد يعرف يمسك الهواء؟ ما حدش يعرف يمسك الهواء. الجازز مثلا اللي بتبقى في البالونة مش ممكن كل ما هننفخ هتاخد شكل اكبر وممكن تبقى فيها حجم اكبر. لو احنا فتحنا مثلا علبة وسبناها في الهواء كده، احنا عارفين هي العلبة دي اتملت بايه؟ مش عارفين طبعا. فعشان كده هو الجازز ستيت ديت ملهاش ديفينيت شيب وملهاش ديفينيت فوليوم، هي بتاخد مساحة اي حاجة هي بتتحط فيها وبتاخد شكل اي حاجة هي بتتحط فيها. مثال على كده بقى ايه؟ الهواء اللي حوالينا اللي فيه اكسجين ونيتروجين and so on. وطبعا لان الجازوس ستيت ممكن ان هي ملهاش ديفينيت شيب وملهاش ديفينيت فوليوم، فممكن ان احنا نعمل لها كومبريست، تبقى كومبريست مضغوطه ونحطها جوه الانابيب، زي مثلا انبوبه الاكسجين او انبوبه التنفس، دي جواها اكسجين مضغوط، تمام. فعشان هي ملهاش حجم محدد ولا شكل محدد، احنا ممكن نحطها في اي حاجه. طيب نيجي بقى نتكلم على حاجه مهمه اسمها الـ changes of matter. يعني ايه؟ يعني هل مثلا انا ممكن احول liquid لسوليد، او ممكن احول سوليد لليكويد، ممكن احول ليكويد لجاز، ممكن اعمل كل الحاجات دي؟ انا فعلا ممكن اعملها. طب ازاي؟ ده هنعرفه سوا دلوقتي. ببساطة جدا، لو عندي سوليد ستيت عملت لها هيتنج، حطيتها فوق درجة حرارة عالية جدا، هتتحول معايا لليكويد ستيت. ولو الليكويد ستيت عملت لها هيتنج، حطيتها في درجة حرارة عالية جدا جدا جدا، هتتحول لجازوس ستيت. طيب الجازوس ستيت دي لو عملت لها كولينج، لو بردتها، هترجع لي تاني ليكويد ستيت. ولو الليكويد ستيت دي بردتها، هترجع لي تاني سوليد ستيت. ازاي بقى؟ مثال بسيط، لو انا مثلا عندي ايس تلج وحطيته على النار، هيتحول لايه؟ انا كده عملت له هيتنج، هيتحول لليكويد اللي هو الووتر، تمام. طب لو الووتر دوت انا رفعت عليه درجة الحرارة بتاعت البوتاجاز وسبته اكتر، هنلاقي بدأ يطلع بخار المية، بدأ يدخن كده هوت، صح، وبدأت المية تغلي، يبقى انا كده حولته للجازوس ستيت. طيب لو انا جيت حطيت طفيت النار وحطيت غطا الحلة فوق الحلة، لو جيت شلتها تاني هلاقي ان هي بدأت تعمل نقط كده عليها كأنها شتاء، وبدأت تنزل تاني المية وتتحول، وكل بخار المية دوت تتحول لليكويد ستيت مرة تانية. طيب لو جيت خدت الحلة دي بقى وحطيتها في الفريزر، هتتحول معايا الايس مرة تانية. يبقى ايه؟ يبقى خلينا نحط كده الاساس، اي مادة او اي ماتر لو انا عرضتها الهيتنج هتنزل للمادة اللي تحتيها. يعني ايه؟ يعني لو السوليد حصل لها هيتنج تروح للليكويد، ولو الليكويد حصل لها هيتنج تروح للجازوس، واي مادة عملت لها كولينج هتتحول للمادة اللي قبلها على طول، تمام. احفظوا التشارت دوت، وطبعا انتوا فهمتوا البروسيس بتبقى ماشي ازاي. خلينا نتكلم بقى بالتفصيل عن الحاجات دي.
اول حاجه the change of matter from the solid state to the liquid state. هو ماشي احنا عرفنا ان السوليد لو حصل لها هيتنج بتتحول لليكويد ستيت. طب العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ميلتنج، بتسيح بتدوب، ميلتنج. يبقى الميلتنج عندي هو it is the change or transfer of matter from the solid state، بيتحول من الحالة الصلبة to the liquid state by heating. الشرط عندي ان هو يحصل لها heating. بيقول لي in gold industry the melting process is used to reshape the gold easily, then the gold is cooled to return back into solid state again. يعني لما بيجوا يصنعوا الذهب، هو الذهب بيبقى عندي بور كده حته واحده، فهما بيعملوا لها ميلتنج، بيسيحوها وبعدين بيسيبوها تتجمد مثلا في اشكال مختلفه، يعني مثلا بيعملوا منها الخاتم وهكذا، ويسيبوها ان هي تتجمد علشان تكون لي الخاتم. يعني بتمر بتو بروسيسز، الميلتنج والكولينج. اوكي تاني حاجة هنتكلم عنها هي the change of matter from the liquid state to the gaseous state. احنا برضو عرفنا ان خلاص ان الليكويد لو اتعرض لهيتنج اكتر هيتحول لجاز زي بخار المية، وزي ما قلنا لو حطينا البراد او الحلة بتاعت المية على النار. طيب العملية دي اسمها ايه؟ اسمها evaporation، تبخر. مش احنا بيطلع لنا دخان، الدخان ده اسمه vapor، water vapor. فالعملية اسمها evaporation. Evaporation, it is the change of matter from the liquid state to the gaseous state by heating. تمام؟ وبعدين تالت حاجة عندنا هي the change of matter from the gaseous state to the liquid state. examples على كده معانا ايه؟ عارفين لما بنيجي الصبح ننزل في الشارع كده، ولو لقينا عندنا شجر او نبات او اي حاجة بنلاقي عليه كده some water drops، صح؟ الwater drops ديت هي اصلا كان water vapor موجود في الجو، وبعدين الجو سقع شوية فعملت drops كده على النبات. يبقى اول حاجة example عندنا هو appearance of some water droplets on cold surface such as leaves of plant and cars in winter. حاجة كمان زي ما قلنا الغطاء بتاع الحلة، لو وطينا النار وحطيناها فوق الحلة، قفلنا النار وحطينا الغطاء فوق الحلة، هنشيله كده بعد شوية نلاقي عليه water droplets، صح؟ دي برضو نتيجة تحول الgaseous state to liquid state. اخر حاجة كوباية المية الساقعة، لو طلعناها من التلاجة وحطناها في الهواء برا شوية هنلاقيها ان هي عملت زي حاجة كده بيقولوا عليها مشبرة، فهي شبرت كده من برا من على الكوباية، ده برضو تجمع تحول الgaseous state to liquid state. تمام؟ البروسيس بقى اللي بيتحول فيها الجازوس ستيت دي لليكويد ستيت اسمها ايه؟ اسمها كوندنسيشن، تكثف. كوندنسيشن، تمام؟ it is the change of matter from the gaseous state to the liquid state by cooling. يبقى الشرط هنا مختلف عن الباقي، الشرط هنا لازم يحصل كولينج. تمام؟ يبقى السوليد هيتنج، السوليد لليكويد هيتنج، والليكويد لجاز هيتنج، بس الجاز لأي ليكويد هتبقى كولينج. تمام؟ لو جينا سألنا هنا سؤال give reason formation of water droplets on the outer surface of a bottle filled with ice، ليه؟ due to the condensation of water vapor found in the air on the outer surface of the bottle. نفس الاكزامبل بتاع الكوباية. تمام. آخر change عندي هو the change of matter from the liquid state to the solid state.
ده برضو هنستخدم فيه الشارت بتاعي هيبقى كولينج. يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ لما بجيب المية وحطها في الفريزر مش بتتحول لايس؟ الايس دوت العملية دي اسمها فريزنج، من اسم الفريزر كده، فريزر فريزنج. فان انا اجيب الليكود واحوله لسوليد دي عملية اسمها فريزنج، وبرضو دي بتتم بايه؟ بالكولينج. يبقى انا عندي 2 لحد دلوقتي بالهيتنج و2 بالكولينج، من سوليد لليكود هيتنج، ومن سوليد ومن ليكود لجاز بس هيتنج، اما بقى من جاز بس لليكود كولينج، ومن ليكود لسوليد كولينج. Okay, here we have some notes. First, the volume of water increases on freezing. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا جبت ازازة ازاز وحطيت فيها مية وحطيتها في الفريزر، لو سبتها يوم ولا حاجة الازازة دي هتتكسر. ليه؟ علشان خاطر الفوليوم بتاع الووتر بينكريز لما يحصل لها فريزنج، بتتمدد، فهتبدأ تتمدد، وطبعا هي ازازة ازاز فهتتكسر. اوكي، يبقى لازم بنحط حاجة بلاستيك. So the volume of ice is bigger than that of water when they have the same mass. هم ليهم نفس الكتلة، نفس الحجم وكل حاجة، بس الفوليوم بتاعهم بيزيد حبة، تمام، لما يبقى يتحول الووتر لايس. تاني نوت عندي هي ان الميلتنج is the opposite of freezing. freezing دوت ان انا بحول liquid لسوليد، الميلتنج ان انا بحول solid لليكويد، فهما التو processes opposite to each other. اوكي، واخر حاجة هي ان الايفابوريشن is the opposite of condensation. نفس الكلام، evaporation ديت ان هو انا بحول الليكويد لجاز بس، والcondensation ان انا بحول الجاز بس اللي طلع عندي لليكويد مرة تانية. جاب سريع كده على اللي احنا اخدناه النهاردة. احنا عرفنا ان الماترز في العالم كله بتتقسم لثري ستيتس، اول حاجة السوليد، تاني حاجة الليكويد، تالت حاجة الجازوس ستيتس. وقلنا ان السوليد ستيت دي هي عندها ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم، يعني انا ممكن بحطها في الحاجة هي ما بتتغيرش الشيب بتاعها ولا الفوليوم بتاعها، زي الايرن والجولد والكوبر اند الومنيوم. تمام. تاني حاجة اتكلمنا على الليكويد ستيت وقلنا ان دي عندها ديفينيت فوليوم بس ما عندهاش ديفينيت شيب، هي بتاخد شكل الشيب بتاع الكونتينر اللي هي بتتحط فيه. خلي بالكوا، بتاخد شيب الكونتينر بس، مش الشيب والفوليوم بتاع الكونتينر. تمام، مثال عليها قلنا الووتر والميلك وهكذا. اخر حاجة الجاز وز ماتر، وقلنا ان هي it has indefinite shape وindefinite volume، وهي بتاخد الشيب والفوليوم بتاع الكونتينر اللي بتتحط فيه، زي مثال عليها الاكسجين والاير اللي حوالينا. وقلنا ان احنا عشان هي ما عندهاش definite shape ولا definite volume، هي ممكن يحصل لها compression او تبقى compressed وتتحط في الاكسجين تيوبس. تمام. قلنا بقى ان كمان عندنا حاجة اسمها changes of matter. changes of matter دي ان انا ممكن احول solid لليكويد وليكويد لجازوس. طيب السوليد بيتحول لليكويد by heating، والليكويد بيتحول لجازوس by heating. طب انا ممكن احول الجازوس لليكويد by a by cooling، والليكويد ممكن يتحول لسوليد by a by cooling برضو. طيب اول حاجة تحويل السوليد لليكويد ستيت، ده بواسطة عملية اسمها melting process، عملية الانصهار او الذوبان، ولازم يبقى فيه heat في الموضوع. تاني حاجة change of liquids into gases، دي عملية اسمها ايه؟ اسمها evaporation، التبخر، ودي برضو لازم يحصل فيها heating. اخر حاجة الحاجة اللي قبل الاخيرة عندنا هي عملية تحويل الجاز بس to liquid، ودي اول حاجة بتظهر عندي فيها كلمة cooling، والعملية نفسها او البروسس نفسها اسمها condensation، واخر حاجة the change of matter from liquid state to solid state، دي برضو بيحصل فيها cooling وهي اسمها freezing. وقلنا طبعا ان حجم الايس بيبقى اكبر من حجم من الفوليوم بتاع الووتر نفسه، وان الميلتنج is the opposite of freezing، والevaporation is the opposite of condensation. وده درسنا النهاردة. تعالوا نحل سوا بعض الأسئلة. The question: choose the correct answer from the following statements. First, all of these substances have definite shape and volume except A. iron, B. water, C. wood, and D. sugar.
طبعا هيبقى الووتر. الووتر هي اللي عندها definite volume و indefinite shape. Question: Are wood, gold are examples of not matter? A. Solid. B. Liquid. C. Gas with D. A and B together. A and C together. طبعا هي هتبقى الايرن والحاجات دي كلها examples على السوليد. And question: Name the process that takes place when. First, steam يعني بخار أو water vapor touches a cold window. Cold window وsteam يبقى هيحصل لها عملية ايه؟ Condensation وتتحول لليquid. Question number two: Pieces of ice change into water. Pieces of ice change into water يعني ايه؟ بيحصل لها melting، بتتحول من solid لليquid. Third: Butter cubes are heated. ايه بقى البتر كيوبس دي لما يحصل لها هيتنج بيحصل ايه؟ البتر كيوبس دي سوليد، لما بيحصل لها هيتنج بتتحول لليكويد، فكده عملنا ميلتنج. Last question: A bottle of water is put in the freezer. Bottle of water يعني ليكويد، بتحط في الفريزر فبتتحول لسوليد، فاحنا كده عملنا لها عملية اسمها freezing. ده كان درسنا النهاردة، وهو درس لذيذ جدا وبسيط، ممكن تبدأوا ان انتوا تذاكروه، ولو في اي مشكلة او حاجة مش واضحة ممكن تكتبوا لنا وهنجاوبكم عليها ان شاء الله. شكراً.